دعما للشعب الفلسطيني وتصديه للاعتداءات الصهيونية المتواصلة على المسجد الأقصى، أقيم مساء أمس مهرجان خطابي تحت عنوان اغضب للأقصى. المهرجان الذي شهد مشاركة واسعة أكد المشاركون فيه على نصرة الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تحت شعار اغضب للأقصى أقيم مساء أمس مهرجان خطابي دعما للشعب الفلسطيني ووقفته البطولية في وجه الاعتداءات الصهيونية المتواصلة. المهرجان الذي أقامته الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت شهد مشاركة واسعة وتأكيد على الموقف المبدئي الكويتي في دعم القضية الفلسطينية. فإنه لشرف عظيم اليوم أن تنطلق هذه الفعالية من أرض الكويت المعطاء التي كانت ولا زالت أرضاً دائماً تنصر القضايا الإسلامية وأولها قضية الأقصى وفلسطين. تحية لأهلنا في فلسطين وشبابها المقاوم في القدس والأقصى الذين يدافعون نيابة عن الأمة في الدفاع عن المسجد الأقصى والتصدي لقوات الاحتلال ولإفشال مخططات العدو بالسيطرة التامة على المسجد الأقصى. يا أخوان، الاعتداء على الأقصى ينبغي أن لا يمر مرور الكرام. ما زال بيدنا سلاح المقاطعة، وممكن تكون مقاطعة ممنهجة وفعالة إذا تمت بالتنسيق مع حركة BDS. ما زال بيدنا سلاح التبرعات ولدعم الصامدين والمرابطين سواء في القدس أو في غزة. ما زال بيدنا التصدي للإعلام الصهيوني سواء بأدوات من الإعلام التقليدي أو الإعلام البديل، إعلام التواصل الاجتماعي. المشاركون في المهرجان أكدوا أن الاحتلال الصهيوني يخالف بجرائمه المتواصلة جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن هذا التمادي الصهيوني إنما جاء نتيجة لسكوت الشعوب العربية والإسلامية عن هذه الانتهاكات لما يقارب 100 عام. المواثيق الدولية واللوائح والدساتير قد وضعت في حسبانها حرية العابد أينما كانت عبادته وكيفما كانت عبادته، ولو عبد الحجر والشجر والبقر، لكنها تجاوزت قصة الأقصى وقصة حرية العابد في تعبده لله فيه. ففرضوا سلطة احتلالهم على المسلمين في المسجد الأقصى. اليوم نحصدها قمع وتعذيب وبطش وقتل. اليوم نستلم مكافأة سكوت 100 عام، 100 عام من العزلة مع الاعتذار لجابريال غارسيا ماركيز، عزلة عن الأخلاق والمبادئ بل وأبسط نزعات الغريزة الإنسانية في حماية نوعنا والصد عن غيرنا من البشر. ويأتي مهرجان اغضب للقدس كتأكيد شعبي على دعم القضية الفلسطينية ورفض مساعي البعض للتطبيع مع الكيان الغاصب المصطنع في وقت لا تزال آلة الحرب الصهيونية تقتل الشعب الفلسطيني بلا هوادة. للقدس نبض مثل نبض قلوبنا، لا عيش حتى تستعاد دياري، لا عيش حتى تستعاد دياري.